ولا تمرين السكس باكس او الابس او تمرين البطن، مهم جدا التنفيذ مش تمرين طبيعي عشان تستفيد اكثر. لما انا بدي انزل كامل ظهري لورا لازم اخش هيك، لما بدي اطلع بفرغ عشان السكويز اللي هون يكون في عصر زياده او دبل عصر. بسم الله نبدا التمرين كالتالي، 3 جلسات ب 12 او 15 او 20 حسب المدرب. بالنسبة للتمرين إذا كنت مبتدئ مو لازم أنا أسوي إيدي هيك، فيك تساعد نفسك بنفس الطريقة. أنت لأنك مبتدئ لما بدأت تحسن ساعد نفسك بنفس الطريقة هيك، ما فيش مشكلة، بس مع الوقت يصير عندك قوة بدنية وتحمل، تلعب نفس التمرين ونفس الأداء وفايدة تكون أكثر.